وانا بقول لك انتحر من سنه ونص. بعدين انت شكلك كده مش مريحني اساسا. عن اذنك استني بس، انا عاوز افهم. انت لو ما مشيتش دلوقتي حالا هصمت وهلم عليك الناس. انا عايز اعرف هو انتحر ازاي. الحقوني. بس اهدي، انا مش هاذيك، انا مش عايز منك حاجه، انا كل اللي عايزه ان احنا نتكلم. في ايه؟ ايه اللي بيحصل؟ انت مين؟ الشنط نزلت يا استاذه فرح، حضرتك مش هتطلع على الاوضه؟ لا اطلع بينا على الشركه. تمام يا فندم. سيبها سيبها، اهدى، خد كل اللي انت عايزه من الشقه بس سيبها. انا مش عايز حاجه، انا كل اللي انا عايزه ان احنا نتكلم. في حاجه عايز اعرفها والمدام هتقولها لي. انا هسيبك بس توعديني ما تصرخيش علشان ما حدش يتأذي. الموضوع مش مستاهل. ها انا عايز اعرف عزة انتحر ليه وازاي. والله انا اصلا ما اعرفش حاجه قوي، احنا اتطلقنا قبل ما ينتحر بسنتين. حتى لو متطلقين اكيد وصلتك اخبار، يعني اكيد يهمك تعرفي حاجه زي كده حصلت ازاي. احنا اصلا قبل الجواز كانت الظروف صعبه جدا، هو كان داخل مشروع وكان بيقولوا ان هو هيجيب له ملايين وان احنا هنسافر بره وحياتنا هتتغير، بس كل حاجه باظت لما اتقبض عليه اتفصل من البنك. مش كفايه كده بقى يا استاذ؟ استنى انت، اتقبض عليه ليه؟ هو كان متهم ان له يد في غسيل اموال وتهريبها، بس هم ما عرفوش يمسكوا عليه حاجه، ولما خرج اتفصل من البنك لان التهمه دي كانت شبهه. هو حاول يرجع كتير بس ما عرفش، وبعد كده جالي وقال لي انه في قدامه فرصه انه يهدي المشروع بتاعه تاني بس عايز فلوس كتير. مشروع ايه ده؟ ما قاليش. هو عزت كان كتوم قوي تحديدا بخصوص شغله. هو بيعني ذهبي وخلاني استلف من بابا ورحنا الشقه اللي كنا عايشين فيها، وفضل يديني وعود 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 ومفيش حاجه بتتحقق، فاتطلقت منه وبعد كده عرفت انه انتحر. هو انتحر ازاي؟ رمى نفسه من بلكونه الشقه اللي كان خدها بعد ما اتطلقنا. مش كفايه كده بقى يا استاذ، عاوز ايه تاني؟ انت متاكده انه مات؟ اه والله، ده رمى نفسه من الدور العاشر. انا نازل، لو حد فيكوا صرخ هرجع لكم تاني وساعتها الموضوع هيكبر. مفهوم؟ عملت لك فطار بقى من بتاع زمان. صباح الخير. صباح الخير يا بابا، ايه كل ده؟ أنا ما رضيتش أفطر مع رليم قبل ما تروح المدرسة، قلت أستناكي نفطر سوا. ما بتصحاش دلوقتي؟ نوم الظالم عبادة. تعرفي أنا لو عارف اللي وراتك في موضوع المخدرات ده أنا كنت رحت شكرته. تشكره؟ طبعًا. مش خلاني دلوقتي قاعد معاكي وبنفطر سوا. طب وإيه اللي كان يمنعك إنك تفطر معايا قبل كده؟ أنت عارفة يا بنت الظروف وأمك، وبعدين أنا بابا انت بتحبني؟ هو في اب ما بيحبش بنته؟ اي واحده في ظروفي لازم تسال السؤال ده. اي اب في الدنيا ربنا بيحط جواه طاقه حب لبنته وما بتنتهيش، وانت بالنسبه لي مش اي بنت. اللي انت عملتيه معايا مفيش بنت في الدنيا عملته مع ابوها. انت ربطيني، أنا عارف إني مش الأب اللي ممكن تشاوري عليه للناس وتقولي لهم ده بابا، وعارف إني خذلتك بدل المرة ألف، وعارف إنك كتير بتقولي لنفسك يا ريت يغرم الدنيا دي ونرتاح منه، وعارف كمان إن ده حقك. بابا أنا عمري أنت مش محتاجة تقولي حاجة، أنا اللي محتاجة أقولك. أنا مهما عملت معاكي مش هقدر أردلك واحد في المليون من اللي انت عملتيه معايا لما انقذتني من دخول السجن. بابا لو سمحت انا مش عايزاك تتكلم في الموضوع ده تاني.
انت فين يا عم حلمي؟ الله، اخيرا رديت على اهلي. الشقه تحت الشقه ومش عارف اوصل لك. انت فين يا عم؟ غطسان فين؟ طب خليك عندك، انا جاي لك. ايوه انا طالع على الجماليه دلوقتي. يلا سلام. نتجه على فين دلوقتي يا عظام؟ اطلع على الجماليه بعد كده شوف انت اكل عيشك وهكلمك تاني. انا طب هو في ايه؟ طب ما تلغيني، هظبط حاجه كده بس الاول وهكلمك. اطلع بشوقك يا عظمتي. صباح الخير. صباح الخير يا لولو. يليك جد جد؟ اه. مش كنت استنيتي يا بنتي ونزلنا سوا؟ لا ما انا نزلت الصبح مع بابا عشان ندفع المصاريف. يبقى رحيم رجع يشتغل والفلوس هترجع تاني. وانت عارف ما بيشتغلوا في ايه؟ انت عبيطه يا بنتي، دي مصر كلها عارفه بيشتغلوا في ايه. يا دي النيله. اكلمك بعدين. مش تاخد بالك يا عم ولا يكتفي الناس لعبه؟ انا اللي اخد بالي؟ عايز اتكلم معاكي شويه. عندي سكشن. خلاص هستناكي بعده. هبقى روحت. مع التيشيرت ده؟ يلا بينا يا زياد. استني. نشوف التوكه بقى الحلوه دي عايزه ايه؟ طب ما تيجي ونشوف من فين اللي توكه. يلا. زياد معلش عشان خاطري، عشان خاطري لو سمحت. يلا بينا. يلا. يلا زيزو يلا عشان خاطرها يا حبيبي. يلا. مين ده؟ بتاع عمرو. ايوه يطلع ايه عمرو يعني؟ هبقى احكي لك بعدين. يلا. استني. الو فرح، انت جيتي امتى؟ اه طبعا ممكن نتقابل. خلاص هخلص جامعه واجيلك على طول. سلام. دي مين دي؟ لما انت تقولي لي مين ده هبقول لك مين دي. يا زياد بقى ما ترخمش. كل ده يحصل لك وانا ما اعرفش. هو انا كنت عارف اهطر فيك. هو هشام مش قال لك على الحوار بتاع البيت مراته؟ مش داخل دماغي. بعدين هو ليه قال لك انت وما قاليش انا؟ يا رحيم هو في فرق بيننا ولا ايه؟ بتاعت صياعه حلمي؟ مش مساله صياعه ولا حاجه. هو جه حكى لي وانا قلت له سيبك من رحيم، كفايه عليه عكه حوار داليا، وانا هاجي معاك. ادي كل اللي حصل يعني. وبعدين سيبك من ده كله. ايه حكايه ان عزت منصور ده انتحر؟ ومين اللي كان بيكلمك؟ اللي قتل عزت. الله، مش انت بتقول انه انتحر؟ مش واكله معايا حكايه الانتحار دي. يعني واحد يحدف نفسه من الدور العاشر؟ طريقه بلدي قوي يا عم. بقى انتحر مات راح في 60 داهيه، مش هو ده المهم. المهم مين اللي بيكلمك وعايز ايه؟ اكيد اللي كان عايز 700 مليون كان عايز يعمل لك مين. بقول لك ايه، مش يمكن يكون عزت منصور ده ما ماتش؟ هو مش احمد الديب سالك عليه وكان فاكر ان هو شريك امينه؟ ما هو ده اللي هيجنني. مش معقوله يعني تكون صدفه ان امينه تعرف واحد اسمه عزت واحمد الديب يسالني عليه. ايه يا عم الحوار ده؟ انا دماغي لفت. وهو ده اللي هم عاوزينه، اننا نلف حوالين نفسنا وما نعملش اللي احنا ناويين عليه. اللي هو ايه؟ اننا نرجع زي الاول، زي ما كنا حلمي. وده اللي انا عايزك فيه. بس لازم ده يحصل وبسرعه. انا معاك. وقول لي نعمل ايه؟ خلينا نروح البيت كده ونتكلم على رواقه، وبعدها لازم نتحرك. طب يلا. رنين تعالي تعالي تعالي. ايه هو ما حدش جه معاكي؟ لا ما هو اصلا ما حدش بيجي معايا. ايه ده انت بترجعي للمدرسه لوحدك؟ اه وكمان بروح لوحدي، على فكره المدرسه مش بعيده. طب انت كلتي ايه النهارده؟ لا انا بستناهم لما كلهم يجوا وبناكل مع بعض. اه طب ايه رايك؟ النهارده مش هنستناهم. تيجي ندخل نعمل اكل مع بعض؟ بس انا ما بعرفش. ولا انا. تعالي ندخل نعك. ماشي. عبوده. رحيم باشا، منورين الجراشة يا باشوات. عايزينك معانا في مشوار هيطلع لك منه لقمه عيش حلوه بدل شويه الفكه دول اللي انت عملت لامهم. بس وحياه بنتي، لو سبتنا في وسط السكه زي المره اللي فاتت هتزعل. لا عبوده خلاص عرف غلطته، وعارف انه لو عملها تاني مش هيلحق يزعل. مش هتلحق. ها طب بص يا باشوات، لو الحوار في دم وعوق زي المره اللي فاتت مفيش ولا راجل جاي.
ما تزعلوش مني، يا روح ما بعدك روح. لا ما تقلقش، ما فيهوش دم. طب ايه المشوار؟ رسين؟ يعني مشوار خفيف كده. المهم انت حضر لي 20 راجل ومعاهم كام حتة سلاح لزوم التأمين. 20 راجل وشوية سلاح، مشوار خفيف. طب يا باشا ما تقول لي ايه التيتا؟ التيتا؟ لا ما تقلقش. التيتا هتبقى حلوة.